الأطوم يعمل كمكنسة كهربائية في البحر. يتغذى هذا الحيوان بالنباتات ويعيش في المياه الضحلة والساحلية الدافئة في البحر الأحمر والمحيط الهندي، ويعيش أيضا بالقرب من أستراليا. ولهذا الحيوان خرطوم مستدير غير حاد وشفتها العليا خشنة. ويوجد لهذا الحيوان الذي يشبه الحوت ذيل مسنون، ويستخدم الأطوم زعانفه للسباحة ولدفع الحشائش البحرية القريبة من فمه. ولون معظم هذه الحيوانات ضارب إلى البني أو الأخضر، ولذكر الأطوم نابان علويان طويلان، ونهاية فكها العلوي تنحني نحو الأسفل، وتلد أنثى هذا الحيوان وليدا واحدا في السنة، وقد يبلغ طول الأطوم 3 أمتار، وقد يصل وزنه إلى 300 كحجم.